بركاته معنا سي صهيب، غادي يزيد يعرفنا على نفسه. الاسم صهيب كاويل، منتمي لجمعيه اسود المحل بركان فئه الكبار. اليوم كنت واجد بالدوري ديال المرحوم زكاغ، واليوم عرف دوري نجاح كبير، لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه لاربيتراج، وكنتمنوا التوفيق للجميع والله يوفق الان. اخ صهيب، كنت اتصلت بسي منير العامري، هو المدرب ديالكم. سي صهيب، واش تقول لنا على البطوله اللي كنتو جريتوها الاسبوع الفارق؟ الاسبوع الفات كنا لعبنا في دوري في مدينه الناظور، قدرت نحصل على بريمير كلاسمون في سينيور اقل من 54 كيلوغرام. قدرت نربح 4 ديال لي ماتش، كان من بينهم اللي تلامد، يعني اللي في المستوى طالع، وعرف نجاح كبير، وعرف استقبلونا مزيان، لعبنا مزيان. خويا صهيب، واش ما كتشوفش ان هاد البطولات هادو اللي كيداروا دابا، واش ما كتشوفش انه كيكون احتكاك ما بين الناظور الدريوش اللي هما خوتنا ومغاربه؟ ما كتشوفش انه احتكاك ومنافسه ما بين التلاميذ؟ كيوجد تنافس بين بزاف ديال اللعابه اللي كيجيونا من مختلف المدن، بالخصوص بالجهه الشرقيه، كيعرفوا تنافس احتكاك ما بيناتهم، وكيلعبوا مزيان، وهادشي ما كاين. شكرا اخي صهيب.